دائما في اطار العمليات الامنيه اللي ستقوم بها كافه الفعاليات الامنيه من اجل القضاء على شتى انواع الاجرام وبالتالي ظاهره التجاره في المخدرات. واثناء القيام ديالنا بالعمل المنوط بنا في الشارع العام تثير انتباه ديالنا واحد الشخص، بالتالي تنتقربوا من هذا الاخير وتنعملوا على الايقاف ديالو بعد استفساره عن الهويه ديالو، وبعد اجراء جص وقائي عليه تم العثور بحوزته على 3 صفائح من مخدر الشيرة، وبدلاله من المعني بالامر تنتقلوا معه الى محل الاقامه ديالو، وبعد اجراء تفتيش على كافه ارجاء المنزل تنعثروا كذلك على 27 صفيحه من هذا المخدر، وبالتالي تنعملوا على تصفيد المعني بالامر ومن ثم اقتياده الى المقر المصلحه من اجل تعميق البحث. تبلغ الوزن الاجمالي ديال هذه الصفائح حوالي 2 كيلوغرام و700 غرام من هذا المخدر. المعني بالامر لم يسبق له ان قدم الى العداله من قبل، ولكنه اش غادي نقولوا ضليع في ميدان التجاره في المخدرات. نعم لا، المخدرات والهواتف النقاله التي يستعملها المعني بالامر في الاتصال اليومي ديالو بالاشخاص اللي تيعمل معاهم في هذا الميدان، وبالتالي اتصالات شخصيه العائليه ديالو. المنطقه هي منطقه مولاي رشيد، الا ان المعني بالامر تيقطن بمنطقه وزن. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.